يا مكان في قديم الزمان ولا يحلو الكلام إلا بذكر العزيز الرحمن وبالصلاة والسلام على خير الأنام. في روسيا الجميلة الخضراء كان يحكم قيصر عظيم محترم بين الملوك والشعوب، لكن زوجته لم تنجب له البنين أو البنات، ولأنه يحبها كثيرا لم يتزوج غيرها ولم يظهر حسرته أمامها. كانت بلاده كثيرة الخير وفيرة الخضرة والطير، كان يشرف بنفسه على شؤونها ويفتح أبوابه، يستمع إلى الناس ويلبي مطالبهم. ومع تقدمه في العمر ضعف جسده ولم يعد قادرا على تولي كل الامور بنفسه، فعين 3 وزراء ممن يثق بهم ليتولوا ادارة شؤون البلاد على ان يطلعوه على ابرز قراراتهم ويمشوا على خطاه. لكن ما تمناه القيصر من راحة ونعيم انقلب الى قلق وندم، فراح الوزراء 3 يتنافسون في من ينتزع سلطة اكبر ومن يؤمن لنفسه مالا اوفر، وصار كل منهم يسكن للقيصر على الاخر ويدعي انه الاخلص والاقدر. ضاق القيصر بتصرفاتهم وفكر في سجنهم وتعيين اخرين مكانهم، وكعادته زوجته استشار فراحت تناقشه ليصل الى افضل قرار. وخلال حوارهما سألت: أتضمن إن جئت بغيرهم ألا يتصرفوا مثلهم؟ طبع البشر هكذا، حسد وطمع وأذى. اقتنع القيصر بكلام زوجته وسألها عن اقتراحها، ففكرت ثم قالت: عليك اختيار رجل واحد تسلمه الإدارة، يكون كبير الوزراء ويعين وزراء يساعدونه، لأن المركب ذا الملحين يغرق في لمح البحر. فسارع القيصر إلى السؤال: ومن أختار؟ ليس سؤالا سهلا وليس مجرد اختيار، الثلاثة لهم المكانة نفسها عند القيصر ولكل منهم حسناته وسيئاته. فاحتارت زوجة القيصر مثله، لكنها طلبت منه الصبر لأنه قد يجد الحل بين لحظة وأخرى. وبقي القيصر مشغولا بهذه المسألة يبحث عن حل للمشكلة. وذات يوم وهو يتنقل بعربته ساعة الغروب مر بحقل قمح، فأمر بإيقاف العربة
ليتأمل منظر السنابل الذي يشفي القلوب. رأى رجلا يشرف على عدد من العمال يحضون السنابل. حزم كل منهم سنابله ووضعها في عربة كبيرة، فدفع الرجل لكل عامل بمقدار ما حصده. من حمل رزمة سنابل كبيرة فأعطاه كيس قمح كبيرا، ومن حمل رزمة صغيرة أعطاه كيس قمح صغيرا. قال في نفسه: هذا أمر عادل، كل إنسان يكافأ على مقدار جهده. عاد القيصر من جولته وقد اختمرت فكرة في رأسه. أخبر بها زوجته فأعجبتها وأثنت عليها. في اليوم التالي استدعى القيصر الوزراء الثلاثة وقدم لهم ثلاث سلال كبيرة من القصب متشابهة متساوية. قال لهم: سيأخذ كل واحد منكم سلة وينزل إلى بستان القصر ويملأها لي بالفاكهة. استغرب الوزراء وبدا عليهم العجب: أيطلب منهم القيصر ترك شؤون وزاراتهم من أجل القطاف؟ لما لا يطلب من بستاني القصر هذا الطلب؟ صحيح، ماذا وراء هذا الطلب يا ترى؟ وماذا مع الوزراء جرى؟ نعود ونكمل حكاية لا تكتمل إلا بإصغاء الأحباب ولهفة الألباب. وكما طرحت السؤال سأعطي الآن الجواب. رغم علامات الاستفهام والاستغراب، إلا أن الوزراء لم يعترضوا، بل حملوا السلال وإلى البستان مضوا. راح الوزير الاول يقطف الثمار بعناية ويختار انضجها، واذا رأى ثمرة ناضجة عالية تسلق الشجرة لكي يقطفها، كما انه رتب الفاكهة بذكاء، فوضع الثمار صلبة كالتفاح والرمان في الاسفل، والثمار الطرية كالخوخ والتوت في الاعلى. هزأ الوزير الثاني من زميله الذي بالغ الى هذا الحد وبذل هذا الجهد، فراح يقطف اقرب الثمار اليه حتى لو كانت سيئة او مهترئة، كما انه لم يرتب الفاكهة او يهتم بالتقسيم، بل اتكل على طباخ القصر في الترتيب والتنظيم. اما الوزير الثالث فقد سخر من الاثنين وقال لهما: أتصدقان أن القيصر سينظر إلى ناس السلال؟ إنه يسخر منا فقط، أو يريد أن يشغلنا لسبب ما، وهذا أكثر ما يقلقني. أعتقد أن هناك مؤامرة تحاك ضدنا، لذا كي لا أتأخر سأضع أي شيء في السلة وأسرع لأجلس على كرسي وزارتي قبل أن يأخذه شخص آخر. راح الوزير الثالث يضع الأغصان اليابسة والأحجار والتراب في السلة، وذهب مسرعا إلى القصر يسلم سلته ويمضي إلى وزارته. كان القيصر وزوجته يراقبان من شرفتهما ما يجري في البستان، تبادلا النظرات بما يعني أن مرادهما تحقق كما يتمنيان. توسط القيصر مجلسه ونادى الوزراء ليدخلوا مع سلالهم. تقدم كل وزير ووضع سلته أمامه وانتظر أوامر القيصر وكلامه. اقترب القيصر من سلة الوزير الأول وألقى نظرة إلى ترتيبها وجودة فاكهتها. شعر الوزيران الثاني والثالث بالخطر، حاولا الاعتذار وطلبا السماح لهما بالعودة إلى البستان،
لكن القيصر استبقهما وقال: أنا لم أطلب منكم القصة من أجل أن آكل ما تقصفونه، أنا لا أريد أن أعرف ما في السلال. فتنفس الوزير الثالث سعداء، وانتفخ صدر الثالث غرورا لأنه أخبر الوزيرين بهذا الكلام حين كانوا في البستان. أضاف القيصر: ما في سلة كل واحد هو نصيبه، سيأخذ كل واحد منكم سلته معه لأنها ستكون ذاته في سجنه. جحظت عيون الوزراء الثلاثة وارتفعت دقات قلوبهم، هزوا رؤوسهم غير مصدقين ما سمعوا. فأعاد القيصر قوله: سيسجن كل واحد منكم في زنزانة مدة شهر، ولن يكون معه سوى السلة يأكل منها حتى تنتهي المدة. توتر الوزير الثاني وطلب إعطاءه مهلة ليجلب المزيد من الثمار الجيدة. أما الوزير الثالث فصرخ وبكى طالبا الرحمة، ووعد أن يقطف أفضل الثمار لو أعطي فرصة أخرى. لكن القيصر لم يستمع إليهم، بل أمر حراسه بتنفيذ القرار وأخذ الوزراء الثلاثة إلى السجن، وأن يوضع كل منهم في زنزانة منفصلة. جلس كل وزير في زنزانته ليس معه سوى سلته، وراحوا يفكرون في نتيجة عملهم وفي كيفية قضاء فترة سجنهم. جلس الوزير الاول يأكل اطيب الثمار، ولم تمض ليلة وهو جائع او نادم. والثاني عاش ذاك الشهر في ضيق وتقهير، فكان يأكل يوما ويصوم يوما لان نصف ثماره كانت جيدة والاخرى لم تكن تؤكل. اما الثالث فبكى وندب حظه ولام نفسه، فنثر ما في سلته فلم يكن فيها شيء مؤكل، تراب وصخور واغصان يابسه. صرخ واستنجد وذرف الدموع، لكن احدا لم يسمع. بعد انقضاء الشهر عين القيصر الوزير الاول رئيسا للوزراء، وطلب منه اختيار وزراء ومعاونين بحكمة واعتدال، وبالفعل اختارهم وفق اختبار الثمار والسلال. خفض القيصر رتبة الوزير الثاني الى معاون وزير. اما الثالث فمات جوعا، وصار يضرب به المثل بين الأجيال. وما زالت قصة الوزراء والسلال إلى اليوم مضرب الأمثال. كان يا ما كان في قديم الزمان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر العزيز الرحمن، وبالصلاة والسلام على خير الأنام. في بلاد الصين القديمة كان يحكم امبراطور عجوز، وكان يعد ابنه الامير الشاب ليجلس على العرش بعده. تدهورت صحة الامبراطور، فاستدعى الامير امهر الاطباء، لكنهم اجمعوا على انه لن يعيش اكثر من 7 شهور. عزل الامير ولم يعد يفارق غايته، لكن الامبراطور ذكره بتطبيق قانون البلاد الذي يقضي بان يتزوج الامير قبل تتويجه امبراطورا. لذا كان لابد للامير الحزين من ان يختار عروسا لتصبح امبراطورة الصين. فكر الامير جيدا في طريقة لاختيار زوجة مناسبة، ثم اهتدى الى فكرة ودعا بنات العائلات والطبقة الرفيعة الى حفل كبير، معلنا انه سيختار خلاله
شريكة حياته وعرشه. حين عرفت احدى وصيفات القاصر بامر الحفل شعرت بالاسى والحزن، لان ابنتها الوحيدة كاي كانت تحب الامير، لكن لا امل في ان يرى حبها النورا بسبب فقرها. ولان موعد زواجه من احدى الشابات الغنيات اقترب، لاحظت كاي الذكية والجميلة كآبة امها، فاستفسرت منها وألحت عليها حتى اخبرتها بامر الحفل. بعكس الام فرحت كاي الشابة كثيرا بالخبر، وسارعت تحضر نفسها للحفل المنتظر. قالت لها امها، ستتقدم اجمل الشابات واغناهن، انسي هذه الفكرة، فلا امل لك بالفوز. قالت كاي، لكنني اكثر البنات اخلاصا للامير، وانت تعرفين هذا، هذه افضل فرصة كي اقترب منه واراه ويراني. لكن امها قاطعتها، وكيف ستدخلين القصر؟ ابتسمت كاي ابتسامة باكرة وقالت لامها، هذه مهمتك، يمكنك ان تدبري امر دخولي كما كنت تفعلين حين كنت طفلة، وكنت اطلب منك السحاب الى القصر. ردت الام مبتسمة، نعم، منذ احببت الامير وهو فتى صغير. في المساء الموعود حضرت جميع الفتيات الغنيات والنبيلات الى القصر، وتمكنت الوصيفة من ادخال ابنتها من باب خلفي، فانضمت الى المدعوات وهي ترتدي ملابس بسيطة لكنها انيقة وتضع قليلا من الزينة، الا ان جمالها بين جميع المدعوات كان الابهى، لانه يعكس نقاءها وبراءتها. ظنت الشابات ان حفل الامير سيتضمن الرقص والغناء كي يختار من تلفت نظره بشكلها الجميل وثيابها المنمقة، لكن الامير فاجأ الجميع حين اعلن عن مسابقة. خاطب الامير الشابات الموجودات قائلا، سوف اعطي كل فتاة حاضرة بذرة تغرسها في الصيف على ان التقي بكن جميعا بعد 6 اشهر مع غراسكن، وقتها سوف اختار من بينكن صاحبة اجمل زهرة لتكون امبراطورة الصين المقبلة. وزع الامير بنفسه البذور على الشابات، وحين اتى دور كاي كانت يدها ترتجف من التوتر، لانها المرة الاولى التي تقترب فيها منه الى هذا الحد، فكادت البذرة تقع، لكنها اطبقت عليها بكفها بقوة وهي تنظر الى عيني الامير وتقول في نفسها، لا اريد ان اكون امبراطورة، بل اريد ان اثبت لك حبي الصادق واخلاصي فقط، وهذا يكفيني. شعر الامير بتوترها فابتسم لها وقال كلمتين لم يسمعهما احد من الحضور، ثم تابع توزيع البذور. ماذا قال الامير؟ ومن الفتاة التي ستحصل على اجمل زهرة؟ وماذا ستفعل كاي لتكون زهرتها الاجمل والاكثر نضارة؟ نعود ونكمل حكاية لا تكتمل الا باصغاء الاحباب ولهفة الالباب، وكما طرحت السؤال ساعطي الان الجواب.
حملت كاي بذرتها وزرعتها في أقيص من الفخار، وحملت الكلمتين المجهولتين في قلبها، وبقيت تحلم بمعرفة ما هما، وتتساءل ماذا قال الأمير لها حينها أولت كاي كل العناية والرعاية للبذرة صباحا ومساء. كانت تعاملها بحب لأنها من الأمير، وزهرتها ستكون عن حبها أمثولة، وكانت تريد أن تكبر وتنمو كما ينمو حب الأمير في عقلها منذ الطفولة. لكن مضت 3 شهور ولم ينبت في الأصيخ شيء. جربت كاي وسائل عديدة وسألت المزارعين فعلموها طرقا كثيرة جربتها من دون أن تحصل على أي نتيجة. مضت الشهور 6 ولم تنمو البذرة. استسلمت كاي للحزن والأسف. حان موعد مثول المتنافسات في حضرة الأمير الذي كان والده يعيش شهره الأخير. نظرت كاي إلى أصيصها الفخار الذي لم تنبت فيه غرسة أو زهرة. دمعت عينها وقالت: رغم كل شيء سأذهب لأرى الأمير مرة ثانية وأرى الفتاة التي سيختارها زوجة له، وأتمنى له السعادة من كل قلبي. في اليوم المنشود ذهبت كاي إلى القصر حاملة أصيصها الفخاري خاليا من أي نبتة، ولكنها رأت أزهار الفتيات الأخريات جميلة متفتحة. تجول الأمير بين المتنافسات، فراحت كل واحدة منهن تنحني وتعرض له نبتتها المزهرة، ثم صعدت درجات إلى عرشه وتأمل الحاضرات وهو صامت. كانت لحظات صمته المعدودة أطول من دهر بالنسبة للشباب. وأخيرا أعلن الأمير قراره. لم تصدق الشابات عندما أشار الأمير بيده إلى كاي صاحبة الأصيص الفارغ، معلنا أنها ستكون زوجته وإمبراطورة الصين. فقدمت كاي منه ووقفت إلى جانبه وهي تخفض بصرها خجلا، ويكاد قلبها يتوقف سعادة وأملا. تصاعدت أصوات الاحتجاج من الشابات ورفعن أصواتهن بأزهارها الملونة ذات الأريج، محتجات على اختيار الأمير لفتاة لم ينبت في أصيصها شيء. رفع الأمير ذراعه آمرا بالسكوت، فساد الصمت في القاعة الملكية، ثم قال: لا يحق لمن يغشني أن يحتج. هذه الشابة هي الوحيدة التي تستحق أن تكون إمبراطورة، لأنها زرعت البذرة التي أعطيتها إياها، فكل البذور التي وزعتها عليكن عقيمة لا يمكنها أن تنبت بأية طريقة أو تعطي زهورا. لذا احتالت كل واحدة منكن وزرعت بذرة أخرى لتنبت زهرة أجمل من سواها. إلا هذه الشابة، لقد اعتنت بالبذرة التي أعطيتها لها من دون خداع. اخترتها عروسا وإمبراطورة لأنها زرعت بذرة الصدق والأمانة. عادت الشابات إلى بيوتهن خائبات، وبقيت كاي مع الأمير
فخاطبها قائلا: أنت، أنا أذكرك، منذ 6 شهور حين أعطيتك البذرة كادت تقع من يدك. هل تسرأتها بالإيجاب؟ ودقات قلبها لا تعد. تمالكت أعصابها وقالت بعد جهد: نعم مولاي الأمير، يومها قلت كلمتين لم أسمعهما لشدة توتري. ابتسم الأمير وقال: لم أريد أن تسمعينهما حينها، بل الآن. قلت لك منذ 6 شهور رافقيني إلى الأبد. مد الأمير يده إلى كاهي لترافقه إلى غرفة والده كي يخبره أنها الفتاة التي اختارها زوجة إلى الأبد. كان يا مكان في قديم الزمان، ولا يحلو السلام إلا بذكر العزيز الرحمن، وبالصلاة والسلام على خير الأنام. كان في بغداد أبهى عواصم البلاد، مدينة النور والأمجاد، شيخ اسمه نعمان يتاجر في التمور والجياد. وكان له ولد اسمه عبد الرحمن. أحضر الشيخ لولده منذ الطفولة أفضل المؤدبين والمدرسين، فحفظ علوم الحياة والدين. كان يصحبه معه ليتعلم منه إدارة أملاكه وتجارته. حين بلغ عبد الرحمن 15 من العمر استدعاه والده، فظن أن الوقت قد حان ليسلمه إدارة التجارة والأموال، لكنه طلب منه أمرا لم يخطر له على بال. قال الأب لولده: ما تعلمته وما تملكه غير كاف لحمايتك وتأمين مستقبلك يا بني. أريدك أن تتعلم حرفة يدوية. سأل عبد الرحمن مستغربا: أتعلم حرفة؟ لما أحتاج إليها وأنا قريب؟ هز الأب رأسه وأجاب: ستعرف لاحقا، وتطلب لي الرحمة من الله. طلب الأب من ولده أن يفكر ويتمحن ويقرر أي حرفة يحب أن يتعلم. لم يرغب عبد الرحمن في أن يرفض طلب والده، ورغم عدم اقتناعه بجدوى الأمر، إلا أنه قرر تعلم حرفة الحياكة. أرسل الشيخ نعمان ولده إلى أمهر حائك في بغداد والبلاد كلها ليتقن الحرفة على أصولها. كانت ابنة الحائك ياسمين تأتي كل ظهيرة إلى دكان أبيها لتعطيه الطعام وتلقي التحية والسلام. كانت مليحة الوجه، عذبة اللسان، مؤدبة، متعلمة، وكانت تتناقش مع عبد الرحمن في علوم الفقه والبديع والبيان. عاما بعد عام أحب عبد الرحمن ياسمين، وأحبته هي أيضا. وبعدما أتقن الحياكة أخبر والده بأنه يرغب في الزواج بها. رحب الشيخ نعمان وكذلك والد ياسمين، فأعلنت الأفراح والليالي الملاح وتم الزفاف. بعد سنة حدث ما لم يكن في الحسبان، غزا التتار بغداد. خرب الغزاة المدينة الجميلة، وأحرقوا مكتباتها، ودمروا مدارسها ومستشفياتها. كذلك دمرت مزرعة الشيخ نعمان، سرقت الخيول، وأحرقت أشجار النخيل. لكن الأفضع كان أخذ عبد الرحمن أسيرا مع مئات الأفضل الآخرين.
نقل الغزاة عبد الرحمن مكبلا معصوب العينين الى جهة مجهولة. بينما غرقت عائلته في الدموع والاحزان المهولة، اصطحب جندي تتري اسمه تولوي عبد الرحمن الى بيته وسجنه في غرفة مظلمة. وبعد يومين راح يتفحصه ثم قال له: انت نصيبي في هذه الحرب، لكن ماذا افعل بك وكيف استفيد منك؟ انت هزيل ضعيف، اصابعك رقيقة وملابسك انيقة، لا تنفع في الاعمال الشاقة، ليس امامي الا بيعك والاستفادة من ثمنك. لكن من سيشتريك وانت لا تنفع في شيء؟ وربما الافضل لي قتلك. رفع التتري سيفه يريد قطع عنق عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن آنفا: لا يا الله، محمد رسول الله. هل هذه هي نهاية عبد الرحمن الشاب البغدادي الغني؟ يقتل في بلاد بعيدة؟ نعود ونكمل حكاية لا تكتمل إلا بإصغاء الأحباب ولهفة الألباب، وكما طرحت السؤال سأعطي الآن الجواب. استعاد عبد الرحمن في هذه اللحظة العصيبة صورة والده، فطلب له الرحمة حيا وميتا، وتذكر فجأة أمرا مهما فصاح قائلا: دعني أحيا وسأصنع لك شيئا يعجبك. أنا أجيد حرفة ستدر عليك الكثير من المال فتعيش في رغد وهناء. أخبر عبد الرحمن الرجل التتري أنه يجيد الحياكة منذ سنة، ويمكنه أن يحيك ملابس جميلة جدا. صار تولوي التتري يحضر الخيوط لعبد الرحمن وهو يحيك ويطرز، وحين حاك 20 عباءة وقميصا أخذها تولوي إلى السوق وباعها كلها في يوم واحد. أنقذت هذه العباءات التترية من الإفلاس، وأنقذت عبد الرحمن من الموت. مرة أتى تاجر هندي واتفق مع تولوي على شراء 100 قطعة منه، قال إنه سيبيعها في الجزيرة العربية، فوعده أن تكون جاهزة بعد 6 أشهر. سمع عبد الرحمن من قبوه الحديث فتذكر أهله ومدينته بغداد، وتذكر حين كان يصحب زوجته إلى السوق لشراء العباءات والأثواب. راح عبد الرحمن يحضر العباءات 100 بحب وحنين، لأنها قد تصل إلى بلده الحبيب. خطرت لعبد الرحمن فكرة بينما كان يطرد العباءات. بين الرسوم راح يطرز كلمات عربية مكتوبة من الشمال إلى اليمين، أي بعكس الكتابة العربية من اليمين إلى الشمال، فإذا ما أمسك أحدهم عباءة ما لن يعرف ما قتل. بعد 6 أشهر عاد التاجر الهندي وأخذ الملابس والعباءات ورحل بها إلى بغداد. هناك لاقت استحسان الكبار والأولاد. كانت ياسمين تشتري الدواء لعمها من السوق، وحين رأت العباءات دمعت عيناها، لأنها ذكرتها بلمسات عبد الرحمن في التطريز والحياكة. لم تكن تملك ثمن عباءته، فبادلتها بخاتمها. دخلت ياسمين الى غرفتها ولبست العباءة، و
وقفت أمام المرآة تتأمل إتقانها وروعتها، ثم لاحظت أمرا غريبا في المرآة. نظرت جيدا وتأكدت أن ما تراه بين التطريز هو كلمات بحروف عربية واضحة انعكست على المرآة، فقرأتها من اليمين إلى الشمال، والكلمات تقول: أنا عبد الرحمن بن شيخ نعمان، أسير في بلاد تاتارستان عند رجل يسمى تولوي، أطلب من أهلي أن ينقذوني في اللحظة والآن. عبد الرحمن؟ سارعت ياسمين إلى عمها الشيخ نعمان تبشره بفرح، وانتعش ونهض من فراشه. استدان شيخ المال من الأصدقاء والأهلين وانطلق في قافلة لإنقاذ ولده.